الرئيس السيسي يواجه بالتزام بسرعة إنجاز منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في شرق القاهرة. وكالة بلومبرغ تؤكد أن الرئيس السيسي يقود عملية إصلاح كبرى لتأهيل البنية التحتية في مصر. والصحة العالمية تؤكد عدم انتهاء جائحة كورونا وتحذر من تخفيف الإجراءات الاحترازية. التاسعة مساء السابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تحضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة دانا مدحت. أهلا بك دانا. أهلا بك ندى، أهلا بكم مشاهدينا. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة، كما تفقد الموقف التنفيذي لمحور شينزو أبي المروري الجديد، والذي وجه الرئيس بإقامة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي ساهمت في سرعة إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين. سيادتك، مشرفنا أعلى كوبري تقاطع محور الميثاق مع محور شينزو آبي، تم توسعته وتطويره ليصبح 12 حارة مرورية، 6 حارة مرورية لكل اتجاه. ولحل التقاطعات تم عمل 3 أعمال صناعية، عمل صناعي في تقاطع شارع حسن المأمون، عمل صناعي في تقاطع محور الوفاء والأمل سيادتك مشرفنا فيه، عمل صناعي في تقاطع مهدي عرفة ومتولي الشعراوي. تم النهو بنسبة 100% عدا الكوبري عشان الضغط العالي. محور يا فندم شينزو آبي من تقاطع محور الشهيد بيربط بتقاطع محور الشهيد حتى تقاطع طريق السويس، ثم يمتد ليتقاطع مع الطريق الدائري، ثم بعمل صناعي يربط بمحور نجيب محفوظ. الطريق يا فندم عبارة عن 12 حارة مرورية، 6 حارة مرورية لكل اتجاه. في يا فندم في المنطقة اللي احنا واقفين فيها كان موجود سوق السيارات، تم التخطيط والدراسة وطبقا لتوجيهات سيادتك تم نقله لمحور نجيب، وان شاء الله هيسع 4000 سيارة. تم يا فندم التنسيق مع وزارة الكهرباء والأجهزة على نقل الخط الضغط العالي، هو عبارة عن 27 برج، وتم بالفعل نقل الكابلات من هوائي إلى أرضي، وإن شاء الله يا فندم جاري أعمال إزالة الكابلات وإزالة الأبراج. تم التخطيط يا فندم لعمل 18 كوبري، تنفذ منهم 12 كوبري على محاور الأوتوستراد والسنهوري والبطراوي ومصطفى النحاس، وجاري الأعمال بمحور الميثاق ومحور شينزو آبي. بالنسبة للأعمال اللي تمت على محور الميثاق يا فندم، تم تنفيذ 3 كباري بإجمالي أطوال 2 كيلو 200 يا فندم. بالنسبة يا فندم لمحور شينزو آبي عليه 5 أعمال صناعية. المرحلة الأولى يا فندم تم تنفيذ 3 كباري بإجمالي أطوال 2 كيلو 500. بالنسبة يا فندم للمرحلة الثانية تم دراسة عمل 2 كوبري، كوبري يعبر مدينة الأمل ثم كوبري يعبر الطريق الدائري يا فندم. أثناء تنفيذ المحاور يا فندم على محور شينزو آبي ومحور الميثاق، تم نقل وإحلال وتجديد شبكات المرافق، شبكات مية يا فندم لخطوط مية بأقطار تصل من 400 و600 و800 حتى 1000 ملي، وخطوط صرف صحي يا فندم بأقطار من 600 ل900 ملي يا فندم. بالإضافة يا فندم لأن في بعض المرافق من الكهرباء والاتصالات والغاز تم خروجها خارج حدود الكباري لسهولة صيانتها في المستقبل يا فندم. أنا بعمل كل الحجم ده من الكباري ومن الطرق ليه؟ الهدف منه إيه؟ تحرير الحركة يا فندم. تحرير الحركة بالظبط. أنا عايز أقول لهم إن أنا بحرر الحركة. ادي محور الشهيد اهو، ادي محور حسن المأمون، انا بعمل بقى الحركه بتاعت ذاكر حسين بالكامل، بحررها له لغايه فين؟
لغايه الدايره قررتها له بالطريقه دي بالظبط. يبقى انا عملت كم محور موازي بقى فندم؟ احنا يبقى عندي الشهيد بالظبط، عندي زكريا حسين، عندي النصر السكه البيضاء اللي سميتوه طريق النصر، ثم صلاح سالم، ثم جس السويس. تمام فندم، هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس. يبقى انا شرق القاهره، شرق القاهره كله بالزبط. ككتله فيها حوالي 4 5 مليون. تمام، احنا حلينا الايه الحركة، الحركه بالنسبه لهم تماما بتتحرك فيها 2 3 مليون عربيه بالزبط. انا خليت ال 2 3 مليون عربيه دول يتحركوا في لا زمن. تمام، هو ده اللي انا احب اسمعه واقوله للايه تمام للناس، عشان تبقى فاهمه ليه احنا بنعمل ده كله. الفلوس دي كلها بنصرفها عشان نعمل حركه ميسره تمنع التلوث، تضيع وقت وجهد كتير وقود كتير وتخفف على الناس. المحور بتاع شينز ابي اللي احنا قلنا عليه مهم قوي انك انت تقول هنا ان احنا قلنا هنكمل جوه مدينه الامل، مدينه الامل عشان نفتح لهم محور هم بالظبط. فوق هيبقى كوبري وتحت بقى ايه طريق لهم بالزبط. طريق لهم تمام، طريق لهم، ثم بقيه الطرق اللي احنا بنفكر ان شاء الله نعملها لهم عشان نخلي المكان هناك اكثر سهوله في الحركه دي لغايه لما نوصل طريق السويس. تمام مش كده؟ يبقى انا خليت طريق السويس ده محور رئيسي جدا، بيجيب من مدن كبيره العبور والشروق والتجمع وغيره بالظبط، وخليت له روافد على الشهيد بالظبط، وخليت له روافد على حسن مأمون، وخليت له روافد على شينزو ابي. تمام، احنا امتى هنشيل بقى الاخر لان ده اخركم شهرين ثلاثه موضوع الكهرباء ده؟ ايوه فندم، الضغط العالي يا فندم خلاص كله بالكامل اتحول ارضي وجاري دلوقتي ازاله الكابلات الهوائيه. فاضل الكابلين الهوائيه يا فندم يتزالوا، مرتبين مع وزاره الكهرباء على منبكر انشال الابراج. طيب العرض ده قد ايه؟ من المباني للمباني، من المباني دي للمباني دي 300 متر من اول يمين للشمال. اللي جواه ده ايه هتعملوه ده موضوع تاني. كم متر؟ حدود 300 متر. 300 متر بالظبط. طيب يبقى انت هتحافظ على 300 متر عدا الحته اللي عند مدينه الامل. مدينه الامل مش كده؟ تمام يا فندم. طب شاكرين. وقد اطلع السيد الرئيس من المسؤولين الإنشائيين في بعض مواقع العمل على الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المحاور والطرق، مشددا سيادته على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز. سيادة فندم، تكمل الدراسات، تم تطوير طريق السويس الجديد يا فندم، 18 حارة مرورية بواقع 9 حارة مرورية لكل اتجاه. سيادتك فندم، اجمالي مشروع الطرق، اجمالي الطرق 3 كيلومتر، 12 حارة مرورية بواقع 6 حارة مرورية لكل اتجاه. الطريق يا فندم بيكون من طريق بيربط بين طريق السويس الجديد وطريق السويس القديم، طريق بيربط بين السويس القديم ومحور يوسف السباعي. طريق يا فندم نفس الطريق اللي احنا بيربط ما بين السويس الجديد ويوسف السباعي، منه محور بيربط على محور محمد نجيب، ومنه يا فندم على مناطق القاهره الجديده. المشروع يا فندم كان في كميات الحفر بتاعنا فندم في المشروع في 3 كيلو، وصلنا ل 400,000 متر قطع فندم في تربه متماسكه وصخر، وتم الانتهاء منهم يا فندم، وجري دلوقتي يا فندم اعمال ارنقه الميول والحمايه من السيول. المشروع يا فندم الغرض منه ان هو بيخفف الاعباء المروريه عن المحاور الرئيسيه، يساعد معايا يا فندم على التنميه المستقبليه والمستدامه للمنطقه المجاوره، وقربه يا فندم برضه من مركز النقل المتكامل، بيساعد على ان الحركه من مناطق القاهره الجديده لمركز النقل المتكامل بتساعد ان هو ما استخدمش يا فندم المحاور الرئيسيه، وبالتالي بخف الاعباء عن المحاور الرئيسيه يا فندم. تم التنسيق مع هيئه المجتمعات العمرانيه ممثله في جهاز مدينه القاهره الجديده فندم، ان هو عشان نعظم الاستفاده من المشروع ان احنا نبدا نطور محور يوسف السباعي يا فندم، من تقاطعه مع محور مصطفى كامل وحتى تقاطعه مع شارع التسعين الشمال يا فندم، بواقع انه يبقى 12 حاره مروريه 6 حاره مروريه لكل اتجاه، وبالفعل يا فندم شغال فيه دلوقتي جهاز مدينه القاهره الجديده فندم. من ضمن التنسيق اللي نستناه برضه يا فندم ان احنا هنا تحت الطريق يا فندم عملنا عدايات مستقبليه للمرافق بعد كده عشان ما يتمش قطع الطريق، بالتنسيق مع الشركه الوطنيه للطرق يا فندم. بيتم التنسيق يا فندم برضه مع جميع اجهزه الدوله لنقل وحمايه المرافق اللي كانت مقابلانا في التعرضات، وتنفيذ شبكات صرف الامطار. ده فندم اتنقل الارضي، وصل الارضي وهم بجري اجراء الفك بتاعه، لكن هم شغلوا الارض يا فندم واتحصل فيه الكهرباء، اتنقل فيه الكهرباء. لما اتحط الكابل الكهرباء الارضي شال الحاجات ديت من الكابل. تحت امر سيادتك يا فندم، تحت امر سيادتك. بيتم يا فندم تنفيذ كل الاعمال يا فندم طبقا لمعايير الجوده العالميه والكود المصري.
ابتداء من استلام المشروع يا فندم بيتم اختبار المواد الصالحه والغير صالحه يا فندم، بيتم احلالها من مسار المشروع يا فندم بالتنسيق مع المكاتب الاستشاريه والجامعات المصريه يا فندم لتحقيق المعايير والمواصفات القياسيه طبقا للكود المصري يا فندم. أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية الإخبارية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود عملية إصلاح كبرى لتأهيل البنية التحتية في مصر. أشارت إلى أن الرئيس السيسي يستهدف كذلك إنشاء مناطق اقتصادية على امتداد قناة السويس تضم مصانع ومرافق وخدمات تصنيع تستهدف خدمة محافظات القناة ودعم الشريان الملاحي. وأضافت أن مصر تتجه نحو تبني خطة تسويقية لخدمة قناة السويس لتعزيز حركة تدفق السفن في الممر الملاحي رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على حركة الشحن عالميا. أشارت الوكالة الأمريكية إلى أن خطوات الحكومة المصرية أتت ثمارها فقد أسهمت في كبح التداعيات السلبية والتي أصابت حركة النقل عالميا، وحققت القناة إيرادات خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 بلغت 27 مليارا و400 مليون دولار مقارنة بإجمالي 26 مليارا و100 مليون دولار خلال الأعوام من 2011 حتى 2015. استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير الحصاد الأسبوعي للمجلس، وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات تشمل موافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي. وأشار إلى عقد أو أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس سكن كل المصريين وتوفير 60 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة. كذلك ترأس مدبولي اجتماع مجلس المحافظين، وذلك لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد. كما ترأس رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، وجه بشرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين. كما تطرق التقرير إلى لقاء مدبولي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أكد أن جهود تحسين نظام الرعاية الصحية أسهمت في احتواء وباء كورونا. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي 15 إدكس 2021 والمعرض البحري المصاحب له نافدكس 2021، واللذين استضافتهما العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الأيام الماضية. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي 15 آيدكس 2021 والمعرض البحري المصاحب له نافدكس 2021، وقد استضافتهما العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الأيام الماضية، حيث شهد القائد العام للقوات المسلحة حفل افتتاح الدورة 15 من معرض آيدكس 2021، ونقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا. وعلى هامش المعرض التقى بالسيد محمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، وأشاد بمستوى التنظيم الجيد لمعرض آيدكس 2021 هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية خاصة في المجالات العسكرية. كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى بالفريق ركن حمد الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، حيث أكد على أن تنظيم مثل هذه المعارض
يعزز من علاقات التعاون والشراكات بين الدول في المجالات العسكرية والتكنولوجية. وفي نفس الإطار التقى بكل من وزيرة الجيوش الفرنسية ووزير الدفاع صربيا والسيد كارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي والوفد المرافق له، حيث تبادلت اللقاءات تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات العسكرية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل لبحث أحدث ما وصلت إليه ترسانة الأسلحة العالمية من تطور في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، التقى بكل من الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج الإماراتية وعدد من كبار قيادات المجموعة واتحاد مجموعة الشركات الأوروبية الخاصة بإنتاج الصواريخ MBDA ووفد شركة بوينغ الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة IGG International Golden Group والوفد المرافق له، وهي شركة إماراتية متخصصة في الصناعات الدفاعية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية والوفد المرافق. وخلال فعاليات المعرض قام الفريق أول محمد زكي بتفقد جناح جمهورية مصر العربية، والذي تضمن عرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة العربية العالمية للبصريات، وتفقد شركة فينكنتير سبا التي تعد إحدى أكبر الشركات في العالم في بناء السفن والأولى في إنشاء الغواصات. كما تفقد شركة الحمراء الإماراتية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وأعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية وما تتسم به من تقنية متطورة وجودة عالية وكوادر شابة لديها خبرات عديدة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، متمنيا لدولة الإمارات قيادة وشعبا المزيد من النجاح والازدهار. تأتي مشاركة مصر في معرض أيدكس 2021 في إطار التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية للاطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكري للأسلحة ذات التقنيات التكنولوجية المتطورة، حيث أصبح معرض أيدكس مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والمقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية. يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية. بها أعربت وزيرة الدفاع الوطني اللبناني عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية لتقديمها يد العون في أوقات المحن والأزمات. باسمي وباسم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الحبيب على هالدعم الطبي اللي عم بيقدموه اليوم للجيش اللبناني. المساعدات الطبية والإنسانية اللي وصلت من مصر للبنان بعد انفجار 4 آب المشؤوم ساهمت وخففت كتير من وجع الناس. شكر كبير للجيش المصري وللشعب المصري الشقيق ولكل المسؤولين
على هالمبادرة السخية. وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن منصة شركات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تعرف باسم الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة كانت قد قدمت طلبا لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج حياة كريمة في المنصة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية. كما أشارت السعيد إلى أن ذلك يأتي كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية والتي وضعتها الوزارة للترويج الخارجي للمبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية. تشارك وزارة الداخلية في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك عبر توجيه قوافل طبية ومساعدات عينية إلى تلك المناطق لتقديم الرعاية والمساعدة لهم. مبادرة حياة كريمة أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وفور إطلاقها بادرت وزارة الداخلية بالمشاركة فيها لتخفيف الأعباء عن تلك الفئات من خلال توجيه قوافل طبية وخدمية للقرى والأحياء الأكثر احتياجاً تحت مظلة كلنا واحد معك في قريتك. وأعدت وزارة الداخلية قوافل طبية ومساعدات عينية توجهت لعدد من القرى بنطاق عدد من المحافظات لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين وتوزيع مساعدات عينية عليهم
في إطار تخفيف الأعباء عنهم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية. الحمد لله كشفت بدون العلاج، وأنا طبعاً سعيد بالقافلة الطبية النهاردة في مبادرة كلنا واحد معاك في قريتك تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية، ونتمنى أنها تتكرر لأن البلد عندنا طبعاً محتاجة القوافل دي باستمرار. أطباء قطاع الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بأشروا عملهم في الكشف على أهالي القرى الذين أقبلوا على القوافل الطبية للحصول على رعاية صحية تقدمها لهم، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من صيدلية مصاحبة لتلك القوافل. تم إرسال قافلة طبية من قبل وزارة الداخلية لمركز الصف قرية عرب العيايدة، وكنا عدة تخصصات ومعانا الصيدلية. قمنا توقيع الكشف الطبي على أكثر من 120 مريض في التخصصات المختلفة، تخصص بطنة وقلب وجلدية ورمض وأطفال، وتم صرف العلاج اللازم ليها. وفي جانب آخر جهز لهذا الغرض، تم توزيع المساعدات العينية التي تم إعدادها مسبقاً بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية على المواطنين في إطار تخفيف الأعباء عنهم، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، من ارتداء كمامات واقية إلى التباعد. لا حاجة كويسة وحاجة حلوة والله، وشرفنا بيهم النهاردة والله، عايزين نتيجة على طول. والمبادرة كان موفرنا كل حاجة النهاردة، وأخذنا بطاطين ودخلنا كشفنا، وكان في متوفر كل الكشوفات موجودة هنا. شكرا جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة دي. أحب نشكر وزارة الداخلية على مزارته في قرية عرب العيادة ومجهودها اللي عملته معنا في هذا اليوم. نتمنى من السيد الرئيس أن القوافل الطبية تستمر في قرية عرب العيادة على طول. وتستمر وزارة الداخلية في مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من منطلق حرصها على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً في القرى والنجوع والأحياء. الناس دي لو نطول نشيلهم بين عينينا، نعمل كده دول أهلنا وبيحسوا بينا، ولا ألف جايزة ترد جمايلهم علينا، إحنا في سفينة وهم ماسكين الشراع. أدان دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر لدى الشعب اليهودي. كما استنكر مفتي الجمهورية الاقتحامات المتكررة لمئات المستوطنين الإسرائيليين للمساجد الفلسطينية ولا سيما المسجد الأقصى المبارك، محذرا من استمرار المخططات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وطمس هويتها الحقيقية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا استهدفت إرسال رسالة مفادها أن الرئيس جو بايدن سيعمل على حماية الأمريكيين، وأضافت أن أي إجراءات أمريكية أخرى في المنطقة ستكون بالتشاور وتستهدف منع تصعيد التوتر في سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على إجراء مناقشة دبلوماسية مع إيران، وأنها لن تتخذ خطوات من أجل تخفيف العقوبات في الوقت الحالي. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربة الجوية على الميليشيات في سوريا كانت بتوصية منه، وتأكيدا على أن واشنطن سترد في الوقت المناسب على الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق. وأعرب أوستن عن ثقته في أن المبنى الذي تم استهدافه تستخدمه الميليشيات المسؤولة عن الهجمات الأخيرة، وأوضح أن الضربات الجوية الأمريكية نفذت مع تدابير دبلوماسية بما فيها التشاور مع الحلفاء. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة أبلغت موسكو بخطتها شن غارات جديدة على شرق سوريا قبل تنفيذ العملية بدقائق. ودعا لافروف الولايات المتحدة لإعادة الاتصالات مع موسكو بشأن سوريا من أجل توضيح موقف إدارة الرئيس جو بايدن بخصوص سوريا. وشد لافروف في هذا الصدد على أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي ويتناقض مع جميع أعراف القانون الدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بالتسوية السورية.
نددت سوريا بالضربات الجوية الأمريكية على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية، ووصفتها بأنها مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الهجوم ينتهك القانون الدولي، محذرة من أنه سيؤدي إلى التصعيد في المنطقة، مطالبة الولايات المتحدة بتغيير نهجها العدواني تجاه سوريا. نفت وزارة الدفاع العراقية تبادلها معلومات استخباراتية مع النظيرة الأمريكية، وذلك قبل استهداف بعض المواقع داخل الأراضي السورية. وأكدت الوزارة في بيان أن تعاونها مع التحالف الدولي ينحصر بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بما يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه. أعلنت هيئة حقوق الإنسان العراقية مقتل 5 أشخاص وإصابة 271 آخرين، من بينهم 147 عنصرا من قوات الأمن، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة ديقار مؤخرا. يأتي هذا فيما تستمر الاحتجاجات على تردي الخدمات العامة في مدينة الناصرية مركز محافظة ديقار. في الأثناء أفادت مصادر طبية بمقتل 3 متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية. تظاهر الآلاف في وسط العاصمة الجزائرية للمرة الثانية في أسبوع، وذلك من أجل المطالبة بإجراء تغيير حقيقي في البلاد والقضاء على الفساد. وردد المتظاهرون هتافات تؤكد على سلمية مظاهراتهم وشرعية مطالبهم، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرتين بدون طيار ملغومتين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية. وقال التحالف العربي إن الحوثيين مستمرون في استهداف المدنيين من خلال عمليات متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. اتفق زعماء المعارضة الصومالية على إرجاء احتجاج على تأجيل انتخابات كان مزمعا اليوم بعد الاشتباكات التي وقعت في الأسبوع الماضي، وتبادلت خلالها قوات وأنصار للمعارضة إطلاق النار وأسفرت عن مقتل 3 على الأقل. وقالت الحكومة إنها تؤيد حق الاحتجاج وإنها ستعمل على زعماء أو مع زعماء المعارضة من أجل وضع خطة لاحتجاجات آمنة وسلمية في غضون 10 أيام. وقال زعيم المعارضة عبد الرحمن عبد الشكور إنه طلب إرجاء التظاهر لأنه يريدها سلبية، ومؤكدا عدم تخليه عن هذا الاحتجاج. وكان مقررا أن ينتخب المشرعون رئيسا جديدا في 8 من شهر فبراير، لكن العملية أرجئت بعدما انتهت المعارضة للرئيس محمد عبد الله محمد الذي يسعى لفترة حكم ثانية بنشر أنصاره في لجان الانتخابات المحلية. أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد، محذرة من تخفيف الإجراءات الاحترازية من الفيروس. شدد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة على ضرورة التحرك بشكل أسرع لتوسيع نطاق مد الأكسجين إلى المرضى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تعاني من أزمة في إمدادات هذا العلاج. أصيب
أصيب نحو 113 مليون و13 ألف شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 2,614,000 ألفا. وأوضحت وكالة رويترز في إحصائية لها أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الإصابات والوفيات، وتلتها الهند ثم البرازيل في محلة روسيا في المرتبة الرابعة. كشفت نتائج دراسة بريطانية أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 والذي تنتجه شركة فايزر بشراكة مع بايونتك يمكن أن تخفض بدرجة كبيرة خطر العدوى حلل باحثون نتائج آلاف من اختبارات كوفيد-19 التي تجرى أسبوعيا ضمن فحوص المستشفيات للأطقم الطبية في كامبريدج بشرق إنجلترا. أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا يمكن تخزينها في درجة حرارة توفرها مبردات الصيدليات العادية لمدة تصل إلى أسبوعين، وتخفف هذه الخطوة من المتطلبات السابقة لحفظ اللقاح في درجات حرارة منخفضة، وذلك تتراوح ما بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر. قالت إدارة الغذاء والدواء إنها ستقوم بتحديث كتيب التعليمات الخاص بالعاملين في تقديم خدمة الرعاية الصحية بما يتوافق مع ذلك. اكتشف باحثون أمريكيون سلالة جديدة مثيرة للقلق من فيروس كورونا في مدينة نيويورك، وقالوا إنها قد تكون قادرة على مواجهة اللقاحات الجديدة المضادة للفيروس. قال فريق من الباحثين بمعهد كاليفورنيا للتقنية في تقرير إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تحمل طفرات تساعده في التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، بالإضافة إلى أثار علاجات الأجسام المضادة والتي تستخدم في بعض العقاقير الخاصة بكوفيد-19. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك الزميل ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز. ياسر، في البداية أرحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية. يعني سلالة جديدة مثيرة للقلق وتحديدا في نيويورك، ماذا لديك من تفاصيل عن هذه السلالة وكيف تستعد ربما الولايات المتحدة للتصدي لها؟ ياسر تفضل. ندى، على الرغم من أن هذه السلالة بالفعل ظهرت في نيويورك ولكنها لم تظهر الآن، لكنها ظهرت منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى النصف من هذا الشهر، والزيادة في عدد الإصابات من هذه السلالة ندى هو حوالي 12.7%. هذه السلالة ظهرت في نيويورك وأيضا في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الشيء الجيد بأن الخطة التي تنفذ هنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي خطة هامة للغاية وخطة تأتي يعني الخير لهذه الدولة الكبيرة، حيث على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت هي يعني الأولى عالميا في عدد الإصابات والوفيات، ولكنها أيضا الأعداد تقل كما يقول فاوتشي، وأن يعني هذه السلالة على الرغم من ظهورها إلا أنه سوف يعني تقوم الأبحاث الحالية ب يعني التجهيز لهذه السلالة، وإذا ما كانت يعني ضارة كما هو في سلالة جنوب أفريقيا وأيضا السلالة البريطانية، والتي قالت اليوم الأبحاث بأن جونسون أند جونسون على سبيل المثال وحتى فايزر هذه اللقاحات قادرة على قمع هذه المتحورات. ياسر هل تسمعني؟ بحديثك عن اللقاحات وفايزر وبايونتك وغيرها، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يمكن أعلنت اليوم أن لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 يمكن تخزينه في درجات حرارة أقل من 80 أو 70 درجة مئوية تحت الصفر كما أعلن في بداية هذا اللقاح، وقالوا كمان أنه سيتم تحديث كتيب التعليمات الخاص بالعاملين في تقديم خدمة الرعاية الصحية. مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر بالطبع لديك ياسر، هل قاموا بتحديث هذه الكتيبات أم كيف يدور الأمر في الأرجاء في الولايات المتحدة؟
ندى كما تفضلت بالفعل هذا الخبر هام جدا وتهتم به الإدارة الأمريكية، حيث أن إدارة الغذاء والدواء FDA هي من قالت وأوردت هذا الأمر. وما تم هو أن شركة فايزر قامت بحوالي 45 ألف حالة يعني سريرية وقامت بالأبحاث عليها، وكانت كما تعلمين ما بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر، وكان هناك صعوبة كبيرة في انتقال هذا اللقاح بين دول مختلفة أو حتى بين ولايات. الأمر الآن مبشر للغاية، وهو ما سيسارع وسوف يساعد بشكل كبير في عملية اللقاحات. كما تفضلت في الخبر بأن درجات الحرارة العادية في المبردات داخل الصيدليات وداخل أماكن اللقاح ما بين درجتين فقط وثماني درجات. بعد تجميده في البداية بهذه الدرجة الكبيرة حوالي 60 إلى 80 تحت الصفر، ندى يتم بعد ذلك استخدامه لمدة أسبوعين داخل المبردات العادية، ثم بعد ذلك لمدة ساعتين يستطيع أيضا أن يكون لقاحا يعني لقاحا صحيحا ولقاحا يستفاد منه خلال ساعتين في درجة حرارة الغرفة الواحدة. التطبيقات الآن قيد التطوير وقيد، ولكن الأخبار انتقلت لمراكز اللقاح، وهو ما ساعد كثيرا على يعني الروحة المعنوية وحتى الخطة المعدة تسير 100 يوم في لقاح، والتي تنتهي في 29 من إبريل القادم، تسير بوتيرة منظمة ووتيرة ممنهجة جدا. يعني البشرة تأتي للولايات المتحدة الأمريكية كما يقول فوتشي بانتهاء هذا الصيف أو حتى على أعياد الميلاد. ندى سوف يعني الأمور تتم بشكل رائع للغاية، والخطة يعني تؤتي بثمرها وتظهر كل يوم من خلال الأبحاث التي يعني تقول بها يعني مراكز اللقاحات وأيضا منظمة الغذاء والدواء الأمريكية. نعم، زميلي ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من نيويورك. أكدت وانغ هوي المدير العام لمجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية والتابعة لمجموعة ساينوفارم أن اللقاح الذي طورته المجموعة فعال ضد تحورات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا، ومشيرة في الوقت نفسه لأن المجموعة تجري حاليا تجارب إكلينيكية على لقاح مخصص للأطفال دون 17 عاما. وقالت إن المجموعة تراقب عن كثب التحورات التي تظهر على الفيروس، منها التحور في جنوب إفريقيا والتحورات الأخرى. وقد أكدت الدراسات أن اللقاح الذي طورته المجموعة ما زال فعالا وينتج أجساما مضادة. اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين على تحشي السحب المبكر لحزم التحفيز المالي والنقدي والتي قدموها للاقتصاد العالمي من أجل التغلب على تداعيات جائحة كورونا. قالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في مؤتمر صحفي إن القادة الماليين اتفقوا أيضا على تكثيف تعاونهم للتعامل مع التعافي الذي ما زال هشا وغير متكافئ، واستكشاف سبل إضافية لمساعدة الاقتصادات الفقيرة على مواجهة فيروس كورونا. أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على أهمية الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي في إطار تكاملي مع حلف شمال الأطلسي الناتو والتنسيق مع الولايات المتحدة. وأشار دراغي خلال جلسة حول الأمن والدفاع على هامش القمة الأوروبية لأن هناك تهديدات جديدة ويجب على الاتحاد مواصلة تعزيز التعاون مع الناتو. ذكر مكتب الرئاسة في أرمينيا إن الرئيس أرمين ساركسيان يخطط لعقد اجتماع مع رئيس أركان الجيش الأرميني والذي أقله رئيس الوزراء. أوضح المكتب الرئاسي أن الرئيس ساركسيان سيبدأ سلسلة من النقاشات بهدف إيجاد سبل لحل الوضع بشكل سلمي وتخفيف حدة التوترات في البلاد. كان رئيس الوزراء الأرميني أعلن إقالة رئيس أركان الجيش، الأمر الذي يتطلب موافقة الرئيس.
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنصار رئيس الوزراء الأرميني ومعارضيه إلى الحوار من أجل الحفاظ على الديمقراطية. شدد لودريان على ضرورة وضع حد لتطورات الراهنة في أرمينيا بشكل فوري، خاصة أن هذا البلد يشهد أزمة سياسية بعد هزيمة أرمينيا أمام أذربيجان في نزاع ناغورنو كارباخ. كشفت وثيقة إيرانية أن طهران هددت بإنهاء اتفاق تم إبرامه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقى مؤقتا على معظم عمليات المراقبة والتي تقوم بها الوكالة لأنشطتها، وذلك إذا تبنى مجلس الوكالة مساعي تقود الولايات المتحدة لانتقاد طهران الأسبوع المقبل. قلصت طهران هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة وأنهت إجراءات تفتيش إضافية كانت مطابقة بموجب الاتفاق النووي والذي أبرمته مع قوى عالمية في 2015. وفي رسالة لأعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل الاجتماع ربع السنوي الأسبوع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، قالت إيران إن الخطوة الأمريكية لانتقاد طهران مدمرة وتمثل نهاية للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه في 21 من فبراير بين الوكالة وطهران. حذرت قيادة شرطة الكونغرس الأمريكي من أن جماعات مسلحة شاركت في أحداث الشغب 6 يناير الماضي وتخطط لنصف مقر الكونغرس وقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه عندما يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه بالكونغرس. جاء ذلك في سياق رد يوغاندا بيتمان القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول على أعضاء مجلس النواب بالكونغرس والذين سعوا لوضع جدول زمني لإزالة الأسلاك الشائكة وتخفيف التدابير الأمنية بعد هجوم 6 يناير وما وصف بالفشل الأمني خلال تلك الأحداث. وقالت إن هيئات إنقاذ القانون ما تزال قلقة تحسبا لتهديدات محتملة وذلك من قبل جماعات مسلحة لها صلة مباشرة بخطاب حالة الاتحاد والذي يلقيه جو بايدن خلال جلسة مشتركة لأعضاء الكونغرس، وهو الخطاب الذي لم يتم تحديد موعده بعد. قال شريف ستريت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعاملت مع فيروس كورونا بشكل جيد منذ تولي الرئيس المنصب، موضحا في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز عمل إدارة بايدن على توفير لقاحات كورونا لجميع مواطني الولايات المتحدة. أشكر جهود إدارة الرئيس بايدن على تقديمها المعلومات اللازمة عن الفيروس بشفافية كاملة وتدريب المواطنين على كيفية الاستجابة السريعة لمواجهة الفيروس مع المضي قدما في تصنيع اللقاح، وهذه أمور في صالحنا وكل الأمريكيين الملونين مع التزام الإدارة الأمريكية بتضييق الهوة. أنا لدي تفاؤل كبير بأن خطط الرئيس بايدن وإدارته ستكون ذات فائدة. وأشار أيضا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بأن هذا الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية لن يتعافى قبل التعافي من فيروس كورونا، ومشيرا في تصريحات خاصة لإكس نيوز لأن عمليات تلقيح المواطنين بلقاح كورونا ستساعدنا سريعا على العودة للأمور الطبيعية مجددا. أقول بأنه لن يحدث تعافي الاقتصاد الأمريكي دون حدوث تعافي من جائحة كورونا أولا. نريد تقديم الدعم للتخفيف من حدة الجائحة، كما أن استراتيجية بايدن تعتمد على التخفيف من الآثار السلبية للكوفيد، وهذه الاستراتيجية تساعدنا على الحفاظ على مجال الأعمال وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وضخ الاستثمارات التي يحتاجها للتعافي من آثار الجائحة. أعتقد أن الاستثمار داخل أمريكا هي الاستراتيجية الحالية، وعلينا التحلي بالشجاعة لتحقيق هذا النهج، وبالتأكيد فإن الرئيس بايدن يتحلى بهذه الشجاعة اللازمة فيما قدمه للشعب الأمريكي، وهذه هي القيادة الشجاعة التي نحتاج إليها الآن. لقد تم اتخاذ إجراءات غير عادية في أوقات غير عادية، ونظرة الرئيس بايدن تسعى لتطبيقها.
تتواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة 300 عارض من كافة المحافظات وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا. نظم المعرض العديد من الفعاليات من بينها ورش تعلم الحرف اليدوية. ليوم جديد تتواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف التراثية واليدوية، الملتقى الأكبر الذي يجمع سنوياً كل أصحاب الحرف التراثية واليدوية في مكان واحد ليتعرف الجمهور على روعة وبراعة حرفة اليد المصرية. وهنا داخل هذا الجناح ستشعر أنك سافرت من القاهرة إلى سيناء الحبيبة في خطوات قليلة، حيث تعرف شهيرة منتجاتها السيناوية المميزة ذات الجودة والطابع التراثي الأصيل. أنا بشارك في معرض ديارنا بالمنتجات السيناوية، وده تاني مرة ليا في المعرض. رحت قبل كده الأقصر، والمعرض جميل جدا وعرفنا بناس كتيرة، وكفاية ان احنا المنتجات السيناوية بتوصل كل المحافظات. المعرض يقام هذا العام على اجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80% من النساء والمنظمات الغير حكومية. كما أيضا هناك مشاركة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لطالما ما تكون لهم مشاركتهم الفعالة داخل المعرض. هو كويس للتسويق، بنعرف نسوق فيه الشغل بتاعنا، بنعرض برضو على العميل المنتجات المختلفة اللي احنا بنعملها، بنشتغل كروشيه، بنعمل كل حاجة هوم أكسسوارز بالكروشيه حتى برضو الشنط. والله هو معرض ديارنا معرض مميز عن اي معرض تاني، لان هو بيوفر لنا عميل مختلف، وكمان بيبقى عميل دايم معانا. يعني حتى العميل اللي بيجي عندنا هنا ما بيتعاملش معانا مره واحده بس من خلال المعرض، لا ده ممكن يستمر معانا لفتره طويله، كمان بيطلب حاجات مقاسات خاصه وممكن ننفذها له كمان، فده بيبقى عميل دايم معانا على طول. المعرض يلقى إقبالا كثيفا من قبل الجمهور نظرا لما يقدمه لهم من منتجات يدوية رائعة من مختلف المحافظات، ما تطلب من إدارة المعرض أن تمد مدة عمل المعرض ليومين إضافيين ليتمكن المعرض من استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين. حاجة جميلة أن يكون عندنا في مصر حاجة حلوة كده، والناس بتشتغل أشغال راقية كده، بصراحة حلو. دعم الصناعات الحرفية واليدوية هو هدف إنشاء واستمرار هذا المعرض، ونجاحه للدورة 61 هو نتاج دعم مستمر تقدمه الدولة لهذه الحرف والصناعات التراثية، ودليل أكيد على روعتها وجودتها وارتباط الجمهور بها وحرصهم دائما على اقتنائها. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه النشرة الإخبارية، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يوجه بالالتزام بسرعة إنجاز منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في شرق القاهرة. وكالة بلومبرغ تؤكد أن الرئيس السيسي يقود عملية إصلاح كبرى لتأهيل البنية التحتية في مصر. الصحة العالمية تؤكد عدم انتهاء جائحة كورونا وتحذر من تخفيف الإجراءات الاحترازية. وختاماً نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكس نيوز الجديد هو 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل لاستقطاب رأسي. كنت معكم أنا دانا مدحت وزميلتي ندى رضا، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.